أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رأيي. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الهجوم على الإرهابيين المتواجدين في شرق الفرات سيبدأ خلال أيام. وأضاف الرئيس أردوغان بأن تركيا تمكنت من منع وقوع أزمة إنسانية كبرى في إدلب، إلا أن الرئيس أردوغان شدد على أنه حان الوقت للقضاء على الإرهابيين في هذا التوقيت. كما أضاف أردوغان بأن تركيا لا تكن أي عداء للجنود الأمريكيين المتواجدين على الأراضي السورية. عموما لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا أحبائي المشاهدين السيد عبد الوهاب إكنجي المحلل السياسي التركي. أهلا بك سيد عبد الوهاب. واهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم جميعا. امين يا رب واياكم، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، بارك الله فيكم. الحمد لله، بداية سيد عبد الوهاب، كيف تجد تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم والذي قال فيه بأن الهجوم على التنظيمات الإرهابية المتمركزة في مناطق شرقية الفرات سيبدأ خلال أيام؟ نعم. يعني أولا تركيا لها حساسية كبيرة على حفاظ على أمنها، وعلى أنها لا يمكن أن تسمح لوجود دولة بجنبها إرهابية، وقد صرحت يعني بهذا كثيرا، يعني ليس مرة أو مرتين، وخلال الأشهر الماضية كانت تحذر وتنبه أمريكا على ألا تتعاون مع المجموعات الإرهابية في يعني في شرق الفرات وفي غربها وفي سوريا بشكل عام على حدودها، يعني بين سوريا وبين تركيا. ولكن مع أن أمريكا يعني كانت يعني تجيب تركيا بأنها هي أيضا يعني حساسة في هذه النقطة، على أنها على أنه لا يكون هناك أي ضرر يعني يلتحق بتركيا من قبل هذه المجموعات الإرهابية، ولكن تصريحات أمريكا وعملها في الحقيقة يعني ليس متوازية، وهي تقول شيء وتقوم بشيء آخر. وتركيا هي على علم يعني بما تقوم بها أمريكا، وقد حذرت أمريكا عن هذا الموقف كثيرا، وقد قامت بمحاولات دبلوماسية في هذا الموضوع حتى الآن. ولكن كما يعني قلتم اليوم صرح الرئيس التركي الأستاذ أردوغان بأن تركيا لا يمكن أن تصبر ويعني مع هذه المواقف التي هي لا تتفق لا مع الصداقة ولا مع الاتفاق بين تركيا وأمريكا. ويبدو بأن تركيا الآن بدأت بتجهيز نفسها لأجل القضاء على الإرهاب الموجود في شرق الفرات. سيد عبد الوهاب، هل بالفعل توقيت مناسب لشن الدولة التركية حملة عسكرية موسعة على الإرهابيين المتواجدين شرقي الفرات؟ نعم، التوقيت بالنسبة للموسم مناسب، لأن هذا الموسم يعني عسكريا واستراتيجيا موسم يعني يتلائم ويصلح يعني أكثر يعني موافقة لعمليات عسكرية. وثانيا لأن هناك بعض الإجراءات وبعض يعني المواقف التي هي تعمق المشكلة لو أغمدت تركيا عينيها عن هذه المداخلة، لأن أمريكا يعني بدأت بتصليح، يعني طبعا هي تصلح وتصلح يعني قدمت أسلحة كثيرة وبدأت بتدريب مجموعات إرهابية يعني على الحدود. ولو تركيا تأخرت في حل هذه المشكلة ولم تتدخل، يعني هي ستتواجه بمشاكل أكثر يعني في المستقبل. وتركيا هدفها هو التأسيس الأمني والحفاظ على وحدة سوريا، على أمنها ووحدة سوريا. وتركيا لا يمكن لها كدولة مستقلة ذات سيادة أن تغمض عينيها لما يجري في حدودها ومن الدعم الذي يقدم من قبل أمريكا للمجموعات الإرهابية.
لذلك يعني تركيا تجد نفسها مضطرة على المداخلة، وبأن التأخير لهذه المداخلة العسكرية والقضاء على هذه المؤامرة التي خططت وبدأت تنفذ في على مدى حدودها، هذا سيكون لا يمكن أن يكون في مصلحة تركيا، وتركيا هي حريصة وفي نفس الوقت مصرة على حل هذه المشكلة، مع أنها لا تريد أن يكون هناك مواجهة يعني بينها وبين أمريكا، وقد نبهت أمريكا كثيرا. والآن السيد أردوغان كرئيس للدولة قد صرح بما كل العالم يعني سمع بتصريحاته في هذا الموضوع. نعم دكتور عبد الوهاب، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان قال اليوم بأن تركيا لا تكن أي عداء للولايات المتحدة الأمريكية أو للجنود الأمريكيين المتواجدين شرقي الفرات، فكيف تابعت تلك التصريحات؟ طبعا يعني هذا تصريح للواقع، لأن تركيا هي لا تستهدف لا أمريكا ولا تستهدف جنودها، ولكن وجود جنود أمريكا لا يمكن أن تمنع عن مداخلة تركيا لحل هذه المشكلة، وهي يعني قالت يعني ما تؤمن به، وهي لا تريد أن يعني يكون هناك مصادمة ويعني بينها وبين أمريكا، ولا تريد أن تتواجه مع جنود أمريكا، ولكن وجود الجنود هناك أيضا لا يمكن أن يكون حاجزا ومانعا لما تقوم بها تركيا. وقبل أيام يعني قد كان هناك تصريح يعني أيضا في هذا المجال بأننا نحن سندخل وسنخرب هذه المؤامرة وسنحافظ على وحدة سوريا، يعني أي على عدم إنشاء دولة يعني تقودها المجموعات الإرهابية الذي يعني أصلها في تركيا وفروعها يعني في سوريا، وإن كان الأسماء مختلفة. يعني تركيا طبعا هي صرحت بما تريد، وتصريحها يعني تصريحها وقولها صادق، وإن لم يكن أقوال وبيانات أمريكا يعني في نفس الوقت هي يعني صادقة، يعني كما تركيا قد تابعت الموضوع وقد نبهت كثيرا أمريكا في هذا الموضوع. تركيا لا تريد أن يكون هناك يعني مشاجرة بينها وبين جنود أمريكا، ولكن وجود أمريكا هناك لا تمنع تركيا، أو تركيا لا تمتنع عن ما يجب أن تقوم بها كدولة لأجل الحفاظ على أمنها واستقرار المنطقة واستقرار سوريا أيضا في نفس الوقت، لأن تمزيق سوريا ليس في مصلحة الشعب السوري وليس في مصلحة يعني الدول المجاورة وعلى رأسها تركيا، ولكن تركيا كما يعني يعلم كل أحد بأن وجود دولة منفصلة يرأسها ويعني يقيمها يعني بكاكي أو ما هو ممثل وجزء من بكاكي في تركيا في سوريا، هذا لا يمكن يعني لتركيا أن تغمض عينيها وأن لا تقوم بما يجب أن تقوم بها ومهما كان الثمن. وأنا أعتقد بأن يعني هذا الموقف يعني على الأقل سيدفع أمريكا على أن تعيد النظر على هذه على مواقفها. نعم. يعني هناك دولة مستقلة ذات سيادة وقوية، وهناك مجموعات إرهابية، وكيف يعني تقوم بدعم أو يعني الصداقة مع المجموعات الإرهابية وتترك دولة قوية وعميقة ولها يعني قوة في المنطقة؟ نعم دكتور عبد الوهاب، على ذكر هذا الدعم الذي أشرت إليه، برأيك كيف سيكون الموقف الأمريكي من شن تركيا لحملة عسكرية موسعة على عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية المرتبطة بتنظيم البيكيكي الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا؟ طبعا أمريكا يعني خطتها هي يعني تخالف خطة ومصلحة تركيا، ولكن الأمر لو وصل إلى حد إلى حد من الحدود، إنني أعتقد بأن أمريكا أيضا ستعيد النظر يعني على هذا الموقف، ويمكن أن تقدم بعض الخطوات التي يعني تجعل تركيا يعني على يعني على أن على يعني تجعل تركيا
على يعني أن تأخذ موقفا يعني آخر بشرط أن تقبل أمريكا ما تريده تركيا من عدم دعم هذه المجموعات وهذا الحزب أو المجموعة الإرهابية. وأنا في الحقيقة يعني لا أتوقع بأن سيكون هناك يعني مواجهة بين أمريكا وبين تركيا، لأن المواجهة بين أمريكا وتركيا، فكما أن تركيا يعني أكيد عندما يعني يكون هناك مواجهة بين هذه الدولتين سيكون هناك يعني أزمة وستكون هناك يعني طبعا مشاكل، ولكن يعني هذه المواجهة يعني بقدر تضرر تركيا أمريكا أيضا ستتضرر بهذه المواجهة، لأن دولة تركيا ليس كيعني بعض الدول في المنطقة يعني عسكريا واقتصاديا واستراتيجيا ليس في مصلحة أمريكا يعني أن تديم هذه الخطة وأن تخطو خطوات يعني تسبب وتنتج المشاجرة والمواجهة بين أمريكا وتركيا. نعم. إنني هذا ما أتوقعه، وهذا ما يعني يتوقعه كثير من المحللين يعني في السياسيين والاجتماعيين في تركيا وفي هذه المنطقة. نعم. جيد، ولكننا وجدنا دكتور عبد الوهاب بأن الجنرال جوزيف دانوفر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية يقول بأن بلاده ستقوم بتدريب عشرات الآلاف من العناصر التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وأنه تم إنجاز 20% فقط من هذا الملف، فكيف تابعت تلك التصريحات؟ طبعا يعني هذه التصريحات وهذا القيام هو ما يعني كانت تركيا كثيرا ما دبلوماسيا يعني تقول لأمريكا يعني عليكم أن لا تقوموا بهذا وعليكم أن تتركوا هذه يعني الدعم لهذه المجموعات، وهذا التصريحات وفي نفس الوقت يعني القيام بهذا الأمر من أسباب الرئيسية التي يعني دفعت تركيا على أن تأخذ القرار بالمداخلة العسكرية في المنطقة لأجل القضاء على الإرهاب في المنطقة والاستقرار في المنطقة والحفاظ على أمنها. يعني كلنا هكذا قرأنا، وتركيا يعني قراءتها دفعتها على أن تأخذ هذا القرار وتصرح بأنها وصرحت، والآن يعني هناك كثير يعني من الجيش وما يتعلق من الجيش من الأسلحة والدبابات وأمثال ذلك قد توجهوا إلى الحدود ووصلوا إلى الحدود لأجل هذه المداخلة، وهذا جواب من تركيا على هذه التصريحات أو على ما تقوم به أمريكا يعني في شرق الفرات. في الفترة الماضية وجدنا لقاءات متكررة بين كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب توتر كبير في العلاقات بين كلا البلدين، وهو ما ساهم في تحسن العلاقات بعض الشيء، وهو ما انعكس أيضا على مستوى سعر صرف الليرة التركية في الأسواق المالية، فهل تلك الأمور من الممكن أن تعيد العلاقات مرة أخرى لنقطة الصفر، أم أن العلاقات تحسنت ولن تعود للسوء مرة أخرى؟ يعني طبعا هذه المداخلة في الحقيقة هي مداخلة رغما على أمريكا، لأن أمريكا يعني لا تريد أن تتدخل تركيا يعني وأن يدخل جيشها في المنطقة، كما أن تركيا لا تريد يعني من أمريكا، وحذرت ونبهت أمريكا مرارا على عدم يعني على ترك علاقتها وترك حفاظها لهذه المجموعات الإرهابية. يعني هذه المداخلة سيكون لها تأثير على العلاقة، ولكن إنني أعتقد بأن العلاقة لا تصل إلى الصفر، لأن عندما يكون هناك مداخلة أو يكون هناك حركات عسكرية يعني القنوات الدبلوماسية يعني لا يمكن أن تغلق. إغلاق القنوات الدبلوماسية والعلاقات الدبلوماسية هذه يعني تعني بأن هناك قد بدأ حرب واقعي بين الطرفين، ووجود حرب واقعي بين الطرفين ليس في مصلحة المنطقة وليس في مصلحة أمريكا، وأمريكا أعتقد بأنها ستعيد النظر على يعني مواقفها وستحسن مواقفها، لأن هذا الأمر ستتضرر بها أمريكا يعني أكثر مما تتضرر به يعني تركيا والمنطقة.
يعني إن نعم كانت لها يعني إن كانت تدعي بأنها تريد أن يكون لها وجود في المنطقة. نعم وجدنا في البيان الختامي للجولة 11 من مباحثات الأستان بأن الأطراف التي شاركت في تلك المحادثات شددت على منع أي توتر أو تواجد للتنظيمات الإرهابية والتي من شأنها أن تشكل خطرا قويا على الأمن القومي لدول الجوار لسوريا، فكيف تابعت هذا الأمر؟ سيدي الكريم، يعني تركيا هي صادقة يعني فيما تقول، وهي يعني الدولة الأولى يعني، وفي الحقيقة يعني لا أريد أن أقول الوحيدة، ولكن على الأقل يعني كأنها الدولة الوحيدة التي هي تحارب الإرهاب وتريد يعني تصفية المنطقة يعني من الإرهاب ومن الزعزعة والمشاكل الإرهابية. ولكن أمريكا وبعض الدول الأوروبية يعني كلهم يستغلون وجود الإرهاب، بحيث حتى أنهم قد أوجدوا بعض المجموعات الإرهابية. يعني الآن أمريكا لو أبعدت يدها عن المنطقة لا يمكن أن يكون وجودا لهذه المجموعات الإرهابية، سواء كانت باسم الأكراد، والأكراد كشعب بعيدون عن الإرهابيين كشعب، ولكن باستغلال هذا الاسم، وسواء كان باسم الإسلام، والإسلام أيضا بعيد عن التشدد والإرهاب. يعني أمريكا والصهاينة هم الذين يعني أنشأوا هذه المؤسسات أو يدعمون هذه المؤسسات لأجل يعني أن يستغلوا وجودهم لوجودهم في المنطقة. مثلا داعش، يعني داعش هو اسم بدون مسمى، يعني مؤسسة إرهابية قد تدعمها أمريكا لأجل أن تقول هنا يوجد داعش، ووجود هذا يعني يفيد علينا أن نكون في المنطقة لأجل القضاء عليهم، ولكن هم لا يريدون القضاء على هذه المجموعات. لو هذه المجموعات يعني ذهبت ولم يكن لها وجود، ووجوده مصنوع من قبلهم أو مدعوم على الأقل من قبلهم، إذا يعني ما لم يبقى له مبرر يعني لأجل وجودهم. لذلك يقولون، ولكن يقولون ما لا يفعلون، يعني يقولون ما لا يفعلون، وحتى يفعلون ضد ما يقولون. ولكن تركيا هي يعني طبعا يعني تقول وتفعل، وهي ضد الإرهاب، لأن وجود الإرهاب في تركيا وفي خارج تركيا وفي الدول المجاورة يعني حقيقة مشاكل كبيرة ومصيبة تصيب جميع الشعوب الموجودة، خصوصا هذا المنطقة هي منطقة يعيش فيها المسلمون، منطقة المسلمين، والمسلمون والشعب السوري والعراق والشعب تركيا والشعب المسلم في المنطقة كلهم يتضرر من هذا الإرهاب. يعني لذلك تركيا هي ضد الإرهاب يعني قولا وعملا، ولكن غير تركيا في الحقيقة هم يصرحون بأنهم ضد الإرهاب، ولكن هم يدعمون ويتفقون ويتعاونون مع الإرهابي والإرهابيين كما قلت، لأجل يعني أن يبرروا يعني ما يقومون به من الجرائم وما يستهدفونه من الأهداف الخبيثة التي هي يعني ضد الدول الموجودة، وضد يعني على رأسها تركيا، وضد الشعب المسلم أو الشعب المنطقة يعني بجميع أطرافه وعقائده. وطبعا يعني المنطقة هي منطقة يعني منطقة المسلمين يعني، والدول كلها يعني دول مسلمة. نعم جيد. دكتور عبد الوهاب، لو تنقل لنا، هل هناك تأييد حقيقي من الأكراد المنتمين للدولة التركية لتلك التنظيمات المسماة بقوات سوريا الديمقراطية أو تنظيم يعني البي كي كي؟ لا، يعني الشعب الكردي شعب مسلم ملتزما، نعم وليس بالتأكيد عنده يعني مشكلة مع تركيا، والأكراد كلهم يعني أخوة، وحقيقة يعني وإن كانت هناك محاولة لأجل تمزيق هذه الشعوب لا يمكن أن يمزقونهم، يعني لأن هناك جهات وحدة بين الأكراد وبين الأتراك يعني متداخلون ومتعايشون مئات السنين
بعضهم مع بعض يعني، وهناك يعني أسر مشتركة بين هذا الشعبين. يعني لا يمكن أن يمزق هذا الشعب وأن يمزق وأن يعني باسم الأكراد أو باسم يعني قومية أخرى. ولكن يعني طبعا كما نعلم يعني هناك مؤامرة، ومن أراد أن يقوم بشيء أكيد سيجد لما يريده يعني بعض ما يستغلونه ويستغلون وفي نفس الوقت يعني بعض الشباب. نعم. يعني سواء كان من الأكراد أو من غير الأكراد باسم القومية الكردية أو باسم الإسلام. والأكراد والإسلام بعيدان يعني عن الإرهاب وعن هذه المشاكل، لأن دين الإسلام دين السلمي، ولا يجيز لأحد أن يقتل يعني ذا روح ذا حياة يعني حتى حيوانا أو صنورا أو هرة، يعني كما يقول النبي إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها. فكيف الدين الإسلام يسمح يعني لأحد أن يقتل الآخر؟ ومن قتل يعني إنسانا فكأنما قتل الناس جميعا. وهكذا يعني الأكراد يعني الشعب الكردي يعني طوال يعني التاريخ القديم لم كأكراد لم يحصل بينهم وبين هذا الشعب وبين الشعب التركي أي مشكلة، وبينهم وبين الدولة مشكلة. ولكن هذه المشاكل كلها مصطنعة، ولا يمكن يعني أن نقول بأن الأكراد يقولنا هذا. ولكن بين قوسين خصوصا يعني عندما هذا الموضوع يكون موضوع البحث يقولون الأكراد والأتراك، وهذا القول ليس صحيح. وأنا أرى بأن هذا التعبير هو تعبير أيضا يعني تعبير خطير، والمعبر أو الذي صنع هذا التعبير صنعه لأجل يعني أن يحيى بأن هناك مشكلة بين الشعب الكردي والشعب التركي أو بين الأكراد وبين الدولة التركية. الأمر ليس كذلك. نعم. إذن من هو الذي صنع تلك الأمور وتلك الفتن ويقول هذا تركي وهذا كردي وهذا عربي؟ من الذي على رأس السهاينة وأذناب السهاينة وعلى رأسها أمريكا الذين يريدون يعني أن يمزقون بعد إسقاط الخلافة العثمانية، الذين يريدون أن يمزقون الدول الممزقة هم الذين يصنعون هذا، وهم الذين يدعمون هذا الجو أو هذه المجموعات، هم الذين ينشئون هذه الأفكار التي هي تمزق يعني المسلمين وكلهم أخوة، ومثلهم كمثل الجسد الواحد يعني كما يعبره ويقوله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه كلها مخططات يعني، وفي نفس الوقت صفحة المصافحات سايسبيكو جديد. نعم، ودليل على ذلك أننا نجد الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتدريب عشرات الآلاف من القوات المسماة بسوريا الديمقراطية والداعمة لإنشاء يعني دولة كردية منفصلة، وبهدف تفتيت الدولة التركية، وبهدف أيضا تشكيل خطر على الأمن القومي لتركيا. ولكنك أشرت إلى أن الشعب التركي كله يد واحدة أمام تلك المؤامرات وأمام تلك الصنائع التي تريد إحداث فتن. الشعب التركي يعني شعب تركيا بأتراكه وأتراده كلهم الحمد لله يد واحدة. ولكن كما قلنا هناك يوجد بعض المؤسسات الإرهابية، منهم من يستعمل اسم الأكراد، ومنهم من يستعمل الإسلام الحنيف الإسلام الذي يعني يقول النبي المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. بالفعل، والإسلام بريء من هذا الإرهاب. استعمالات واستغلالات بلا شك. نعم، وهذه الأفكار كلها مستوردة، وأمريكا هي التي تدعم. نعم، أتفق معك تماما. ومع الدول الأوروبية أيضا. نعم، بالفعل. هذه المشاكل. نعم. ولكن إن شاء الله تركيا والشعب التركي بجميع أطرافه وأقسامه كما قاوم المؤامرة لأجل محاولة. نعم، بالفعل أتفق معك تماما دكتور عبد الوهاب كنجي في هذا الصدد. كل الأمنيات للدولة التركية بأن تنعم دائما بالخير والأمن. أشكركم أحبائي المشاهدين على حسن متابعتكم لنا في حلقة اليوم، ونراكم بإذن الرحمن غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.